المباراة. وهذه كرة خطيرة 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 فيها مرور تيكو سيكو سيكو يا على كرة خطيرة جدا لمصلحة فريق بي اس في دون. يتلاعبون بالشكل الجيد. يا سلام يا سلام عليك يا تيكو. سيكو يسجل هدف ثالث هنا لمصلحة الهداف. هذه كرة مقطوعة. أخطاء دفاعية كثيرة حاضرة في خط دفاع فريق الرجاء. لمسة حلوة انطلاقة رائعة جدا كانت من جانب يوربي وبعدها يوربي هيا لمصعد سيكو. سيكو ركنها بقوة في مرمى إيمان أبو بصير وهدف ثالث لمصلحة فريق بي سي دو.